نرتب الى العباد اكيد على موسم الخريف بدنا نشوف شو سرعه المكياج الجديده. الهيئه مش كثير سرعه بس يعني سبيشل فيري سبيشل لانه عم نشوف اوفر ستيتد اي لاينر اوفر ستيتد ايز يعني ستيتمنت ايز ولكن رحمونا شوي انه عطيو لوك ميوت فيس يعني وكان سكين كير فيس يعني كثير في اهتمام انه تكون البشره معتنه فيها لانها رح تكون جلوي ما في كونتورينج وبرونزينج وهالاشياء اللي كنا نشوفها قبل تون سور تون عم نشوفه بالتياب مونوكروماتيك لوك يعني بتشوفي ابيض من فوق لتحت كحلي من فوق لتحت الشوز الهاند باج الميك اب توناليتيز مريحه في كومفورت ولكن في عجقة كتير باللبس يعني بتحطي جاكيت كبير مع كبوت طويل مع بونتالون كتير فيها الكريزي لوك ولكن رح نعمل حلقة لحتى نعرف ليش هالميك اب فيه كريزي أكتر ليه اختاروا الايلاينر من تحت انا هون بدي رجع للماضي يلي هو بالثمانينات كيف كنا نمكيش حالنا انا كنت اعطي هيدا الميك اب اكيد كنا نمد العين لبرا كانت ممدوده كان في ايلاينر كان في هيفي من تحت بس كان اللوك عنده جلامور عنده شيك وما يسمى بهيدا المرحله بالثمانينات لو شيك لو لوك يعني قدر ديور يخترق هيدا الستايل ويحافظ على ماضيه واجت الكورونا واجت كل هالمشاكل واختاروا انه يكون في هالسيرينيتي مع ستيتمنت من بعد اختاروا الرمادي ليقولوا من بعد هالكلاودز يلي اجت لنروح على السيرينيتي والبيس واختاروا هون الزهر يلي نحن هلا بنحكي باكتوبر والاصفر والاحمر هيدي الماضي مش كتير بعيد يلي كنا نشوف في جمال في اناقه في الديكولتي حلو الأبيت حلوة البرانيت اللي فيها شياكة الحمرة منا لودد بالعكس نحن هلأ لودد لبس هني كانت ويل ليب لايند فيبس بس مع لبس بس مع بي كتير من جوا بأحمر غامق عودة للبورغوندي عودة للأحمر ريد ليبستيك انا جربت اليوم حط بورغوندي بس فتحته شوي بحس لما بقوي الحمرة بيتغير كل معالم حضوره الانسان اذا مش معود فينا ناخذ من الموضه مثل ما انا عملت لانه الموضه شايني ليبستيك مش جلوسي ليبستيك مش عم نحط ليب جلوس عم نستعمل شايني ليبستيك مثل ايام شانيل بالسبعينات يلي كان كتير شايني ليبستيك عودة للشايني ليبستيك منشوف بالأحمر بالبورغوندي بالتراكوتا كولورز ولكن دايما مثل ما عم تشوفي الألوان وحدة الوجه منه كتير بلاش في الميك اب اللي عملناه لنهار التلاتة يلي عم نشوف هون الاندر ايلاينر يلي حكيت عنه على طريقة ليلى يعني انا اخذت الاندر ايلاينر مديته مثل المدى القوي اللي هلا موضة وعبيت العين من فوق بشادو يلي هو كتير قريب للون البلاش لون الحمرة لحتى اتقبل الموضة يعني بناخد من الموضة ومنجرب نطوعها للاشياء يلي بنقدر نحن نتحملها مع هيدا وكله هيدا الزيح القوي كل يوم تظهري فيه صعب كتير انا مع الديرتي ايلاينر يلي بالموضة كمان ولكن ما بدك تحددي العين كتير لبرا you have to be in occasion يعني اذا في occasions حلو هاي بالستوديو صور هون تاخدوا لحتى نحكي بهيدي الحلقة شوفي الهايلايتر الحلو مع شوي touch of blush بس تون سور تون هون بتشوفي تحديد اللاينر بالتحديد من تحت عم نشوفه والبداية بتكون لقلم بني بنعمل استومباج فيه بنرجع بنجيب ورقة محددة مثل الواكس بيبر اللي بيستعملوها بالبيوتي سنترز بنحطها اندر اي ومنمد العين فيها بنحط شوية باودر لحتى نحافظ على هيدي التاتش
وبنرجع ويسويب بطريقه تنحافظ على اللوك يلي نحن بدنا اياه ويلي انه بنقدر يكون عنا اياه اذا كنا رايدين تو جو مع الترند يلي هي على الفول وينتر 2021-2022. وهلا رح نبلش نشوف اللوك. شوفي كيف البدايه كثير هون بدايه بتكون بهالشكل يعني بتقوى كثير كثير اندر ايز بينحط شادوز فوق وبعدين تمتد العين بالإفية اللي نحنا بدنا اياها. كثير موضه عند بعض البراندز سمجد شادوز وهون عم نشوف البدايه اللي قلت لك اياها ويل سكين كير لوك يعني مثل ما بنقول سكين ديب يعني لما بتطلع بالوجه بتقشعي داخل البشره منه مثل ما كان بالصيف المات يلي كثير كفرد كان في كوفراج كثير عالي. شوفي هالضو يلي عم نشوفه وكانه بيعطي هابينس لما بنطلع بالوجه بلا ميك اب لما بيكون فيري ويل تيكن كير ما بتعودي تفكري ميك اب يعني لانه موضه برشد براوز يعني تمشطي حواجبك. هن كثير بيحكوا عن صوب برشد براوز بليز ما تعتمدوها هيدي الفكره لانه بصيروا يهروا رموشكم حواجبكم. شو يعني صوب؟ بتحطي صابون على فرشيه وبتعمليهم تيوقف وتوقفي حواجبك فيهم مثل اللامينيتد براوز لامينيشن كترته مع الوقت بهر الحواجب مرة اثنين اوكي والصوب زيت الشي مش تحواجبكم. فيكم تحطوا شوية سبراي على الفرشية او نغسل وجهنا منيح والجل المخصص لهالشي الجل المخصص او نشد بمنشف يطلوع وقت صغيري بس يعني. ومنرجع نتابع منتابع بيوتي باي ليلى عباد. ليلى وعدتينا بميك اب جريء اوديشس حقيقه هيك سمي هيك سمي على لما رح نوصل دائما في كروس بدنا نشوف بعد صور للفول كيف هن نزلوا هالموضه اللي فيها جنون في كومفورت بيلبسوها للليدي بعدهم هالتنس شوز مع فستان طويل مع كثير في نتس رح نشوف بالحلقه القادمه قد ايه في جنون بس لكن في ليسز في جمال بعد في اناقه بس في كومفورت بالموضه رح نشوف شوي بالميك اب بعد للفول قد ايه عنا وقت منشوف اكثر جنون الموضه عند مالتي براندز يلي هن قدروا يخترقوا. منشوف هون كنا عم نحكي عن جلوي دوي سكين بعدني عم فرجي قد ايه مهم انه يكون السكين فيري ويل كيرد لحتى نقول شو الموضه. الموضه عم نقوي العينين ولكن عم نترك الوجه مرتاح. شوفي هالضو اللي عم نشوفه. انا لما بشوف هيك ضو ما بتحط ميك اب بقول انا ما لازم بقى ميك اب شوف حواجب طبيعيات ما في ويل ديفايند براوز. هون بلشنا هيدي الاوديشيوس يلي انا اليوم جبت ميك اب عملته بالثمانينات لحتى فرجيه بالصوره اليوم لهالميك اب يلي كان الستايل الموضه ولكن بطابعي انا بخفف الشادو من تحت بقويه من فوق. الموضه هي بعده شادو قوي من تحت خفيف من فوق بالستايل اللي انا عملته بهالميك اب بالثمانينات خففت الشادو عطيت الافيه الموجوده بالتونز يلي موجوده فوق العين قويتها تحت العين وقويت الزيح من فوق. في عوده للتو لاينر بارلل لاينرز يلي رح نشوفهم هلا بالكروس. بتعرفي شانيل من 100 سنه طلعت كروس كولكشن شافت الناس انه عم بيسافروا كثير وكثير هيلد مثل ما بيقولوا بقى طلعت هالكروس كولكشن ورجعوا بالميك اب حتى في كروس كولكشن وهيدا رح يكون الميك اب رح نشوفه قريبا هلا بتعرفي والحواجب نفسهم كمان والحواجب ما في كثير هيدا الموضوع بعد ينحكى عنه انه تقصي حواجبك وتو لاين ذم اب وتحدديهم. كثير حبيت لفتي النظر لهيدا
هذا الشيء لا البراوز رح يكونوا مرتاحين منا ومن الهجوم عليهم وتقصقصهم وتظبيطهم. رح نرجع بالصور للميك اب ترندز للفول 2021-2022 لأراد الشتوية تكون عنا، يكون بعدنا عم نفكر بالميك اب وأحوالنا تكون منيحة لحتى نشوف هالميك اب يلي بيبين. تحطوا لنا الصور لنشوف آخر صور بالوقت اللي عنا يلي بيساعد كتير أنه نقدر نتعرف ولا حيدا. شوفي هالبارلل لاينز أنا بشوفهم كتير قوية، ولكن بتذكر أيام المدرسة استعراض الميك اب، بس أيام المدرسة أنا كنت مكيش حالي هيك إذا بكون الموضة هيك بتصير كانت الموضة، بس ما كنت أعرف أعمل أحلى. يعني هيدا مع ميك اب السنة اللي فرجيني يلي هو الفول 2021، شوفي قدي في هيفي لودد آي لاينر ستيتمنت آي لاينر من تحت مثل ما عم نشوف الحواجب طبيعيات، وعم نشوف أكتر. شوفي حتى لما بيلتقوا التو لاينز من فوق بعده كتير كتير، يعني في تحديد مدة العين، وهيدي أورينتال يعني ما كتير يشوفوا حالهم علينا. نحن أورينتال ميك اب هيك كنا نعمل ميك اب، وأنا عندي صور كتير رح جيبهم الأسبوع القادم فرجيكم كيف كنا نعمل قريب هيك بس على أجمل. شوفي كيف دايما السكين يلي طبيعي، هلا الشادو يلي كنا نشوفه بآخر الثمانينات رجعوا عم بيبينوه يلي أنا ما بحبه كتير. وشوف الماتشينج with your clothes، يعني في شادوز رجعوا ماتشينج your clothes، يعني بتحطي أزرق بتلبسي أزرق بتقوي الأيلاينر لفوق، وين نحنا من موضة الماضي يلي هي كان فيها هالشيك لوك يلي كنا نطلع لنشوف عظمتها. صرنا عم نتذكر بالخزينة تيابنا، عم نتذكر الماضي حتى بيوروب بالعالم كله في تحول انه الناس راحت للكومفورت وما عندها مجال كان تفكر بهيدا الواقع لهيدا الموضة، لانه الناس عندها ثورة داخلها انها ترجع تعيش وتفرح، ومثل ما قلنا بوزيتيفيتي بالموضة انه نرجع من اول وجديد ريبيرث. ثانك يو ليلى، بنشوفك الثلاثة الله راد. هلا بناخذ وقفة وبنرجع بنتابع نحن وياكم ام تي في الايف، خليكم معنا.